بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مشاهدي أكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أحبتي أينما كنتم، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تراثنا. في حلقة اليوم لدينا موضوع بعنوان تقارير تاريخية. نتعرف على هذا الموضوع وعلى هذه التقارير وعلى هذه الأحداث من خلال هذه التقارير التاريخية مع ضيف البرنامج الكريم الأستاذ كمال السيد، الكاتب والروائي. السلام عليكم أستاذ كمال، حياكم الله عزيزي. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ كمال، أريد تنطي مقدمة للمشاهد الكريم حول معنى تقارير تاريخية، يعني بشكل آخر التعريف بحلقات موضوع تقارير تاريخية في داخل برنامج تراثنا. هنالك كما أشرتم إلى عدة حلقات أو عدة أعداد إن صح التعبير للحديث عنها في حلقات هذا البرنامج. اليوم نبدأ بهذه المقدمة الاستعراضية بشكل عام قد يكون للمواضيع التي تحتويها التقارير التاريخية، ومن ثم نتعرف عليها في حلقات قادمة. لكل حلقة هنالك عدد خاص به. أترك لكم الحديث أستاذ كمال مع المشاهد الكريم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. تحية لكم المشاهدين الكرام، شكرا جزيلا. برنامج راح يكون تحت هذا العنوان تقارير تاريخية، طيب، لأن دراسة التاريخ كعلم مهمة جدا، لأن التاريخ يؤدي وظيفة اجتماعية وثقافية، وهو في عالمنا الإسلامي أيضا مصدر للأيديولوجيا والعقيدة الدينية. لذلك من الضروري جدا أن نتقصى الحقائق التاريخية وما وقع فعلا على الأرض، لأن التاريخ منقول إلينا عبر تقارير، طيب، وكتبه مؤرخون، وبعضهم لديه منهج للأسف الشديد تعمد التزوير في نقل الحوادث التاريخية. طيب، بدأ عفوا المقاطعة أستاذ كمال حتى نكون نضع النقاط على الحروف، بدأ الحديث عن هذا التاريخ من أي تاريخ يبدأ تحديدا أو بشكل تقريبي؟ يعني في هذا البرنامج نعم راح نبدأ من سنة 570 للميلاد تمام، وثم نتدرج إن شاء الله حسب التسلسل الزمني لوقوع الحوادث. جيد، إذا نتحدث بالقرن السادس الميلادي. نعم تمام. لأنه كما ذكرت ضروري جدا أن ندرس التاريخ، أن نعيد قراءة التاريخ. الفائدة من هذه القراءة؟ لأنه إذا عرفنا من أين جئنا سنعرف إلى حد كبير إلى أين نحن متجهون أو ذاهبون. وأيضا يجب أن نتعرف على حقيقة أبطالنا، يعني لدينا رموز. نعم. يعني الشعوبنا مجتمعاتنا لديها رموز تؤمن بهم كأبطال. تمام. لذلك ينبغي أن نتعرف حقيقة على حقيقة هؤلاء الأبطال، وأن نبحث عن الأبطال الحقيقيين. هناك أبطال حقيقيون مغيبون، وما هو موجود في الوجدان وجدان المسلم المعاصر رموز وشخصيات يتعامل معها كأبطال، وبعضها تعرفون أن الدين يؤدي أيضا أصبح مصنع للأيديولوجيا، التاريخ أقصد، لأن الدين استلمناه من خلال التاريخ. الخطر يكمن في دراسة التاريخ، يكمن فقط في تقديس الماضي. يعني نتصور صورة خاطئة عن الماضي ونقدسه. وتعرفون ماذا حصل في الآونة الأخيرة، يعني داعش لم تأتي من فراغ. صحيح وجهت أصابع الاتهام إلى أمريكا بصناعة داعش، لكن أمريكا لا تستطيع أن تخلق من شيء من العدم. هناك يعني جذور لهذه الحركة في كتبنا التاريخية، في مصادرنا، في كتب الحديث، في كتب الأخبار، في هناك تاريخ أصبح
مصنع لإنتاج العقيدة. داعش لم تأتي من فراغ، الوهابية لم تأتي من العدم، إنما ظهرت من طوايا الكتب. أيضا هناك حركات تاريخية كانت تحمل نفس الفكر، مثلا القرامطة مثلا على سبيل القرامطة المثال مثلا كانوا. نعم نحن نعيد، ولذلك دراسة التاريخ بها فائدة كبيرة جدا. نعم. وهي التعرف على الحقيقة، وإذا تعرفنا على الأخطاء لا نعود نكررها مرة أخرى. المشكلة أنه نحن نكرر باستمرار أخطاء الماضي، لأننا لا نقرأ، لأننا لم نقرأ التاريخ، لم نقرأ التاريخ، والتاريخ مكتوب. نعم. طبعا باللغة القديمة، هذا الشيء واضح. يعني الآن المسلم المعاصر لا يمكنه أن يقرأ تاريخ الطبري لأنه مكتوب بلغة قديمة، ولذلك نحن نحاول أن نترجم هذا التاريخ إلى لغة معاصرة ضمن هذا البرنامج، ونعيد قراءته. لأن يعني هناك كثير، مثلا ابن كثير على سبيل المثال. نعم. ابن كثير يقول بالحرف الواحد حول سنة 61 للهجرة: وفي هذه السنة خرج الحسين طالبا للسلطان. وهذا تزوير كبير للحقيقة، يعني هو يعتبر النهضة الحسينية الخالدة إنما هي أهداف خروج. نعم، خروج على الشرعية. نعم. ثم هو طالب سلطة، طالب للسلطة. هذا نعم. تزوير، لأنه لديه خلفية طائفية تختلف عن مذهب أهل البيت، ولذلك هو يتعصب ويحاول أن يرسم صورة مشرقة للسلف الصالح بين قوسين. إذن قراءة التاريخ لا يمكن أن تقرأ من خلال الخلفية العقائدية. نعم. يعني لازم أن تقرأ بصورة مجردة، بشكل أقرأ مجرد. مثلا تاريخ دمشق لابن عساكر. نعم. يمر مرور الكرام حول هذه الحادثة، حادثة عاشوراء، لا يبحث في أسبابها، لا يبحث في نتائجها، في أهدافها، غاياتها، وإنما يؤشر إلى استشهاد فلان وفلان وفلان من أصحاب الحسين أو من أهل بيته. ولكن لماذا؟ ما هي النتائج؟ هل هي جريمة يحاسب عليها من ارتكبها؟ من ارتكبها؟ نعم. لا يدين أبدا، لا يدين. فما أيضا ابن كثير أيضا يحاول تبرير ما وقع، تبرير والدفاع عن ما يسميه بالشرعية. إذا يعني المشكلة ليس بقراءة التاريخ، المشكلة بفهم التاريخ والحقائق التاريخية. يعني القراءة بحد ذاتها في هذه الصورة التي تتحدث عنها عندما يرسم ابن كثير بهذه الكيفية ويعبر عن واقعة كربلاء بأنه خروج الإمام الحسين على إمام زماني كما يدعي. نعم. هذه قراءة خاطئة للتاريخ، وليس المشكلة بالقراءة، المشكلة في فهم التاريخ. يعني هو يحاول أن يدافع عن هويته الطائفية. نعم. من خلال إدانة خصوم من يعتقد به. نعم. ويدين الإمام الحسين لأنه يختزل هذه النهضة ويقول خرج طالبا للسلطة. نعم. أيضا من فوائد هذه قراءة التاريخ أننا يجب أن لا نكرر الأخطاء، أخطاء الماضي، أن نفهم ماذا يجري حاليا، لأن التاريخ في الحقيقة يعتبر كالمصباح يضيء المستقبل. نعم. يعني التاريخ يلقي بالضوء لاستكشاف المستقبل. أيضا كل الظواهر الاجتماعية والثقافية لا يمكن إدراكها بشكل حقيقي وبشكل قريب من الحقيقة، من الواقع، من الواقع. نعم. ما لم نبحث جذورها التاريخية، يجب أن نبحث جذورها التاريخية، نتلمس. الآن على سبيل المثال داعش، يعني داعش خرجت من طوايا الكتب. أنا استمعت إلى تسجيل جرى أشبه بالحوار في خنادق المواجهة. نعم. بين قوات الحشد الشعبي عبر القائد، ولا أتذكر اسمه، مع مقاتلي داعش، مع خنازير داعش. طيب. الوهابية، حتى حديثهم كان يجري بنفس اللغة القديمة.
كيف يعني باللغة العربية؟ يعني كان يطالبهم قائد الحشد الشعبي تسليم أنفسهم، كانوا محاصرين، ويطلب منهم أن يسلموا أنفسهم وأن يتعرفوا على الحقيقة، أن يتعرفوا على الحقيقة. وكان الجواب: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يا سبحان الله، نفس الأسلوب. هذا الشعار رفع حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله، رفعه المشركون. أو سنبيدكم عن بكرة أبيكم، يعني هذه أيضا لغة تاريخية قديمة، ومعنى هذا أنهم سلفيون بامتياز، يعني يحاولون إعادة إنتاج هذا التاريخ. ولذلك الزرقاوي إذا قرأت عن حياته تجده هو إعادة إنتاج شخصية باسم البربهاري، وأيضا هي وافدة على العراق وأشعلت فتنة طائفية وأريقت دماء في بغداد، ولم تتوقف الفتنة هذه والصراع الطائفي إلا بعد ارتفاع الأسعار وتدخل الدولة واضطرار البربهاري للتواري على الأنظار، وحتى أن وفاته حددت تحديدا يعني في هذه السنة أو في السنة الثانية. يعني هذه الفتنة اندلعت سنة 324 واستمرت إلى 327، وأريقت دماء. نعم. على خلفية تفسير آية: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. الإمامية، علماء الإمامية يفسرون مقام الشفاعة، بينما الحنابلة كانوا يفسرون أن الله سبحانه وتعالى يجلس النبي الأكرم يوم القيامة على يمين العرش، هذا هو المقام المحمود. وأريقت دماء. التاريخ يعيد نفسه أيضا، تحديدا كمثال حتى ربما ندخل في تفاصيل هذا العدد من التقارير التاريخية. في السنة الخامسة للهجرة حدثت تحركات مشبوهة قادها حي بن أخطب تحديدا، زعيم بني النضير، وطبعا تعرفون الصراع الإسلامي اليهودي الذي انتهى بجلاء بني النضير من المدينة المنورة. صحيح. لأنهم نكثوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتم إجلاهم. بعض بطون هذه القبيلة، قبيلة بني النضير، اتجهت إلى الشام أو إلى تخوم الشام، وبعضها اتجه إلى خيبر، وتحولت خيبر في تلك الفترة بزعامة حي بن أخطب الثري جدا والعقل المفكر إلى مركز للتآمر على الإسلام والمسلمين. ولذلك استطاع في مدة قياسية أن يقنع قريش الوثنية بزعامة أبي سفيان وبالتحالف وتعبئة القبائل العربية وحشد القبائل العربية. يعني الجزيرة العربية لم تشهد تجمع عسكري سابق كهذا العدد، 10,000 مقاتل، يعني 6,000 مقاتل من قبائل غطفان. نعم. وقريش أعتقد كانت 3,000، وبقية القبائل حشدت ما يقارب 1,000. إضافة إلى ذلك بعض القبائل اليهودية التي كانت ساكنة في المدينة، نعم، جنوب المدينة تحديدا، أيضا نكثت العهد واستعدت للانضباط تحت قيادة أبي سفيان بعد مهاجمة المدينة ومحاصرتها. يعني اليهود وأبو سفيان تحديدا تآمر وتحالف مع اليهود، علاقات قوية. نعم. وعملية كبيرة جدا، عملية عسكرية كبيرة جدا للقضاء على الإسلام والمسلمين، اجتياح المدينة والقضاء على الإسلام والمسلمين إلى الأبد. هذه كانت هي الخطة، تمويل يهودي. ونرى أبو سفيان يتحالف مع اليهود مثل ما نرى الآن اليوم الدول العربية تطبع مع إسرائيل، و علاقات قوية جدا مع الشيطان الأكبر، وتآمر على الدول المتحررة، الدول المستقلة، ما يعرف بمحور المقاومة. وهنا أيضا التاريخ يعيد نفسه. التاريخ يعيد نفسه. نعم. هذا مثال واضح جدا أنه يجب أن نقرأ
التاريخ، نعيد قراءة هذا التاريخ. والآن انظر يعني الدولة الوهابية التي طبعا بقايا، بعض الباحثين يقولون أنه العائلة المالكة هي آخر غصن في هذه الشجرة الخبيثة، شجرة بني أمية، الشجرة الملعونة في القرآن التي ورد ذكرها تحت هذا المسمى. فمهم جدا أن نعيد قراءة التاريخ، مهم جدا. ولدينا أيضا في عيادات الطب النفساني مثال واضح أن الطبيب النفساني يحاول قيادة المريض بعقدة والمصاب بعقدة نفسية إلى دهاليز ذاكرته التاريخية، دهاليز الذاكرة، حتى يكتشف متى أصيب بهذه العقدة والظروف إصابت التي أحاطت بها، أحاطت بهذه صحيح. العقدة، ومن ثم العلاج. نحن أيضا مجتمعاتنا لديها هذه الأمراض بسبب وقائع تاريخية مزورة، وقائع تاريخية مزورة. ذلك أنا أشرت أيضا في حلقات سابقة إذا تذكرون مقولة مالك بن نبي، نعم صحيح. لدي كتاب تحت عنوان الفكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ، هذا مؤتمر دول عدم الانحياز الذي عقد في أندونيسيا. نعم. يقول في هذا الكتاب أن المجتمع الإسلامي في سنة 38 للهجرة تعرض للاختيار، الاختيار الحتم، نعم، بين علي ومعاوية، بين الحكم الديمقراطي في المدينة والحكم الدكتاتوري الاستبدادي في دمشق. ولكن المجتمع الإسلامي ومع بالغ الأسف اختار الطريق الذي يؤدي به إلى القابلية للاستعمار ثم الاستعمار. فهو يفسر الظاهرة الاستعمارية ووقوع الدول العربية والإسلامية تحت هيمنة الاستعمار والسيطرة الاستعمارية سببها أين؟ في صفين، عندما اختار المجتمع المسلم معاوية. نعم. لأنه وقف العمليات العسكرية واضطرار الإمام إلى وقف العمليات والاحتكام إلى القرآن في دومة الجندل ما عرف بمهزلة التحكيم، نعم، هذا سببها ذلك الاختيار الخاطئ للمجتمع الإسلامي في سنة 38 للهجرة. وهذه السنة يعتبرها بداية سقوط الحضارة الإسلامية، بداية السقوط، لأنها بدأت تنتشر فقط بهذا، نعم، المستوى، ثم وصلت إلى مرحلة ما يسميه بمرحلة الغريزة، ثم انهيار المجتمع المسلمي. هذه بداية السقوط أم هو نتيجة حتمية للسقيفة أن تصل الأمة إلى هذه المرحلة؟ قطعا، يعني هو يعني الخطأ الأساسي وقع في هذه المرحلة، يعني في السقيفة عندما حدث هذا الانقلاب على الشرعية. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم معروف جدا أنه رفع يد الإمام في وادي غدير خم، تمام، وخطب في 100,000 أو يزيدون من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده، وانصر من نصر واخذل من خذله. للأسف الشديد حدثت مؤامرة السقيفة، نعم، وبدأ الانحراف الذي أدى إلى وقوع الكثير من المآسي، وفي الذروة مأساة عاشوراء. نعم. يعني الجمل مأساة، حرب أهلية بين مسلمين، أيضا صفين، النهروان، ثم في سنة 61 في مطلع 61 حدثت هذه المأساة الكبرى. نعم. نحن نحاول من خلال هذا البرنامج أن نعيد قراءة التاريخ على شكل تقارير منذ الإرهاصات الأولى لميلاد النبي صلى الله عليه وآله، يعني تحديدا سنة 570 ميلادية، الذي عرف هذه السنة تحديدا عرف بعام الفيل. ونتدرج، حاول نتدرج. إذن هي هذه اللحظة التي تتحدث عنها في القرن السادس الميلادي، القرآن الكريم يتعرض إلى هذه الحادثة التي حدثت. نعم، عام الفيل. نعم. عام الفيل. نعم. إذن ننطلق من هذه إن شاء الله. نعم. ونتحدث عن هذا التاريخ. إضافة إلى أن نذكر، نعم، هذه الإشارة، أنه في خلال هذه
خلال هذا البرنامج خلال تقارير تاريخية نحاول أن نؤسس لجغرافيا للتاريخ الإسلامي، يعني بحاجة إلى هذه. كيف يعني جغرافيا للتاريخ الإسلامي؟ جغرافيا يعني نتعرف عن يعني بعض الحوادث لا نجد لها تفسير إلا إذا أخذنا بنظر الاعتبار الجغرافيا. طيب. يعني مثلا كما ذكرنا حرب الخندق أو معركة الخندق، نعم، لم تحصل فيها اشتباكات، لماذا كان القتال في الجبهة الشمالية؟ لماذا تحصرا في هذه المنطقة؟ لماذا لم يتمكن الأحزاب جيوش الأحزاب، نعم، 10,000 مقاتل من اقتحام المدينة من مناطق أخرى، وسبب فشل بعض الثورات؟ كلها هناك أسباب جغرافية. قضية الصراع في صفين وسيطرة معاوية مثلا جيش معاوية على شريعة المياه، مصادر المياه في نهر في بادئ الأمر، أي، وكثير من الأمور نحتاج فيها إلى جغرافيا. طيب، ليست لدينا جغرافيا واضحة في هذه القضية. بعض الظروف، نعم، ظروف انتشار الإسلام أيضا وكثير. في هذه الحلقة، في هذا العدد الأول هو يعني باكورة تقارير تاريخية، راح نشير إلى استعدادات حربية وشائعات حول عملية عسكرية واسعة النطاق تقوم بها أو تستعد لها حكومة الاحتلال الحبشي في اليمن. في اليمن. اليمن تعرفون. طيب، قبل أن تستعرض هذه الأحداث، عذرا أستاذ كمال للمقاطعة، هذه التقارير التاريخية بكم عدد تعرضتم إليها؟ يعني ذكرت يعني قبل قليل نتحدث عن العدد الأول. نعم، العدد. هل هنالك أعداد متسلسلة تصل بنا إلى مثلا؟ نعم، بإذن الله. يعني في هذه النسخة الأولى إذا جاز التعبير، نعم، لدينا 14 عدد أو 13 عدد. تمام. من بداية ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والغزو الحبشي لمكة وإلى فتح مكة، وإشارات إلى حرب حنين أو معركة حنين في طريق بين مكة والطائف، معركة الفرار من الزحف. نعم، نعم، في هذه أعتقد بعد فتح مكة، نعم، استعد المسلمون للتقدم نحو الطائف، وفي الوادي فوجئوا بهذا التجمع العسكري الكبير بقيادة هوازن وثقيف، هذه القبيلتين الرئيسيتين، وجرى ما جرى. أعتقد هذه النسخة من خلال 13 عدد، نعم، نستعرض فيها هذه الحوادث. جميل. إذن هذا العدد الأول نتحدث عن احتلال الإمبراطورية الحبشية لليمن. نعم، هناك استعدادات كانت تجري، لكن تمام، لا نعرف وجهتها، لأننا نعيش الآن في البرنامج في سنة 570. جيد. ميلادية. إذن نتابع الأحداث بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا، كان الفاصل ونعود إليكم. تعال لكم مشاهدي الكرام، أحييكم في القسم الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامج تراثنا، والعودة مع ضيفي الكريم نتحدث عن تقارير تاريخية. تحية لكم مجددا أستاذ كمال. حياكم. تبدأون بالحديث عن العدد الأول الذي يتحدث عن الإمبراطورية الحبشية. نعم. ويبدو يعني أنه نتحدث عن العلاقة بين العرب وبين الحبشة. ما الحبشة في تلك الفترة؟ نعم. في هذا الملف، في هذه التقارير، راح يكون عندنا حديث حول العلاقات العربية في تلك الفترة مع إمبراطورية الحبشة، وأيضا الاستعدادات التي كانت تجري في اليمن لغزو مكة والخلفيات والأسباب والعوامل. جيد. أيضا لدينا حديث وإشارة إلى بئر زمزم، لأن في هذه الفترة كان قد مر على إعادة حفرها تقريبا 30 سنة تمر على ثلاثة عقود. نعم، لأنه عيد حفرها سنة 540 ميلادية، ونحن الآن في 570. جيد. أيضا عندنا، نعم، لدينا ملف موجز حول الغساسنة والمناذرة، هل هي دول حليفة أم كيانات عميلة؟
تمام. يعني المناذرة كانت تحاذي إمبراطورية فارس، فهل هي كيان عميل أم دولة حليفة؟ والغساسنة أيضا تعرفون كانت على في سوريا وعلى تخوم الحدود الروم. مع الروم. تمام صحيح. أيضا وأيضا عندنا لدينا حديث أيضا موجز عن رحلة الشتاء والصيف ومستقبل مكة الاقتصادي، وأيضا إشارة إلى الجمل أو ما يعرف بسفينة الصحراء متى دخل إلى الجزيرة العربية، وأيضا الصراع الساساني الروماني وهواجس الحرب والسلام بين أكبر دولتين في العالم آنذاك، والتحالف الفرس فارس مع اليهود أيضا كان في نعم في مقابل هذا في ملف ملف المناذرة والغساسنة. نعم هذا مهم الملف. جدا نعم. نعم العلاقات بين العرب والإمبراطورية الحبشية تراوحت بين الحرب والسلام، لكن على خلفية قيام ذو نؤاس، تعرفون ذو نؤاس حكم نعم. اليمن حكم اليمن صحيح. يعني هو من قبيلة حمير، وأقنعه اليهود أصبح يهوديا، يعني اعتنق الدين اليهودي وتعصب للديانة اليهودية. أيضا يهود كانوا حاقدين جدا على المسيحية، على النصارى. نعم على النصارى. وأقنعوا ذو نؤاس أن يعرضهم إلى الخيارين، أما اعتناق الدين اليهودي والتخلي عن النصرانية أو أن يقذفهم في الجحيم في نار. هذه هي التي أشار إليها الحادثة التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كان يخيرهم بين التخلي عن النصرانية واعتناق اليهودية، اعتناق اليهودية أو أن يقذفهم في هذه النار المتأججة. نعم. الأخدود هو منخفض، شق منخفض في الأرض. نعم شق في الأرض وملئ بالحطب وأشعلت فيه النار أصبح كالجحيم، وكان يعرضون النصارى إلى بعد هذه الحادثة. إمبراطور الروم اتصل بإمبراطور الحبشة، كان في بينهم تحالف طبعا، لأنه ما يعتبرون الحبشة امتداد لهم. نعم. امتداد للنصرانية في أفريقيا، وهي قريبة تقريبا جدا. نعم. من إمبراطورية فارس، والحبشة كانت تخدم الرومان بالتبليغ. نعم. بالتبشير بالنصرانية، كانوا يعني يعتبرون حلفاء لهم. نعم صحيح. كانوا يشجعون الحبشة منذ ذلك التاريخ على غزو اليمن وتهديد والسيطرة على الملاحة في البحر الأحمر. الأحباش تذرعوا أنه لا يملكون سفن، جاءت هذه الحادثة ذريعة لإقناع الحبشة، خاصة وأن إمبراطور الروم أرسل إلى إمبراطور الحبشة في ذلك الوقت نسخة من الإنجيل المحترقة. نعم. نسخة من الإنجيل محترقة في مذبحة الأخدود في اليمن. في اليمن. نعم. وأيضا مع سفن حربية لنقل الجيش الحبشي بقيادة أحد الضباط الأحباش، وكان أيضا ضمنهم إبرهة الأشرم. نعم. كان أحد الضباط الذين غزوا اليمن واحتلوا اليمن وسيطروا على هذه البلاد، وبدأ التفكير بالتمدد والزحف إلى الشمال بشكل سلس وناعم كما ذكرتم. نعم. في هذه العقيدة كانت هذه الفكرة أنه. نعم. فبنى أكبر كنيسة في الجزيرة العربية، بنى كنيسة ضخمة جدا. طبعا قبل هذا هو انقلب إبرهة الأشرم، انقلب على القائد العسكري واستطاع أن يصفيه ويمسك بزمام الحكم وأصبح هو القائد، هو القائد وهو الحاكم المطلق. طيب. في اليمن، وأيضا أقنع إمبراطور الحبشة
تجاوز عن، لأن إمبراطور الحبشة شعر بالاستياء لمقتل ضباط كبار في الانقلاب العسكري الذي حصل في حكومة الاحتلال. كانت الفكرة أنه سيطر على الطريق التجارية البرية بين اليمن، يعني في الجزيرة العربية، بين الروم. السيطرة كانت على شكل حاول إقناعهم بالتخلي عن الكعبة، نعم، والحج إلى هذه الكنيسة التي عرفت تاريخيا بالقليس. قليس، نعم، وكانت جميلة. يعني هدف إبراهام كان أبها، إبراهيم الحبشي كان هو من خلال أهداف سياسية، أهداف سياسية ودينية في نفس الوقت أيضا. لا يعني تحول، ذريعة، حقيقة ذريعة، ذريعة كانت قضية نشر المسيحية. نعم، هذا غطاء للتمدد الاقتصادي والهيمنة السياسية. وبعدها أيضا الاحتلال العسكري. بعض المدونات التاريخية تشير إلى إساءة بعض العرب إلى هذه الكنيسة، وأنه تغوط فيها أو من هذا القبيل. هي ذريعة حقيقة. نعم، معلوم أنه لديها صحة، أساس من الصحة لا ندري، لكن اتخذها ذريعة وبدأ يستعد لغزو مكة وهدم الكعبة. وهذه كانت سنة 570 هجرية. في هذه الفترة طبعا عبد المطلب كان يخطب لابنه عبد الله من بني زهرة، خطب السيدة آمنة من بني زهرة، وحدث الزواج. وحسب التقاليد العربية السائدة آنذاك، عبد الله أقام في بيت والد العروس 3 أيام، ثم إلى أن استقل في بيته. وعبد الله أيضا كان يعمل في التجارة، وذهب والد إلى النبي صلى الله عليه وآله. والد النبي صلى الله عليه وآله. نعم. أيضا إذا تطرقنا إلى ملف رحلة الشتاء والصيف، لأنه تعرفون أن رحلة الشتاء والصيف أنعشت مكة اقتصاديا، وإلا كانت مكة تعيش في ظروف اقتصادية صعبة جدا من خلال قطاع الطرق الذين كانوا في هذه يعني الطريق، لا تستطيع القوافل أن تتحرك بحرية. نعم، لكن نعم. هاشم كان له الدور الكبير والفضل. نعم. على كل الجزيرة العربية، وتحديدا أيضا بالخصوص مكة. نعم. يعني تعشت اقتصاديا وأصبحت مدينة ثرية جدا وأيضا محترمة في كل الجزيرة العربية بسبب وجود البيت الحرام وأيضا الكعبة، وإضافة إلى هذا كونها مركز تجاري كبير ومعروف عالمي كان. ولذلك هاشم الآن قبره في غزة، يعني هو كان أسس لهذه القوافل وهذه الرحلات، الحماية لهذه القوافل التي كانت تحمي محترمة. هذه القوافل كانت من قطاع محترمة الطرق، واستطاع أن يقنع الروم ويقنع أيضا الاحتلال في اليمن في تلك الفترة، حكومة الاحتلال، بهذه التجارة، وأنها كانت محمية ومحترمة. القوافل كانت في الشتاء تسافر إلى اليمن، وفي رحلة الصيف إلى الشام بسبب اعتدال المناخ والطقس، وأيضا في الشتاء كانت إلى اليمن. نعم، هذه كانت لها أيضا تأثير كبير جدا على مستقبل مكة الاقتصادي. لكن ما حصل هو هذا فعلا في هذه الفترة، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله عبد الله والده في رحلة العودة في ظروف ربما تكون غامضة لا نعرف بالتحديد، مرضت وتوفي في الأبواء في هذه المنطقة. نعم، وتم دفنه في هذه المنطقة قريبا من المدينة المنورة صلوات الله. لكن إذا أردنا أن ننتقل إلى ملف آخر، وهو الغساسنة والمناذرة. تمام. هذه الدول باعتبار أنها كانت محاذية لأكبر دولتين، وبسبب غارات كانت تشن هذه القبائل سواء على الروم أو على فارس. نعم. فكرت في نفس الوقت تقريبا في فترة زمنية متقاربة جدا بإنشاء كيانات طيب عربية.
تمنحها قليلا من الحرية والإدارة الذاتية. عمد كسرى نشروان أعتقد إلى تأسيس دولة المناذرة، ومنح بعض الإدارة الذاتية. أيضا الروم بالمقابل أسسوا دولة الغساسنة، وكانت الحروب التي أحيانا يعني كانوا مطالبون بحماية حدودهم، لذلك كانت الحروب تجري على الأرض الواقع بين الغساسنة والمناذرة، يعني انتقل الصراع من صراع بين دولتين إلى مناوشات حدودية، وكانت هذه مهمة الغساسنة حماية حدود الروم. يعني كانت الشرقية الحرب بالوكالة بين عن الروم وعن فارس. نعم. قبل أن نتطرق أيضا إلى هذا الملف، أيضا لدينا إشارة إلى قصة زمزم. تعرفون زمزم في البداية هو عبارة عن نبع ماء انبثق تحت قدمي إسماعيل عليه وعلى نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعدها جرهم كانت متنقلة، قبيلة نعم. جرهم العربية، وشاهدت عن بعد طيور، أسراب من الطيور تحوم في هذه المنطقة، فعرفت أن في هذه المنطقة ماء. نعم. واستأذنت السيدة هاجر في الإقامة والسكنة في هذا الوادي الأجرد. حقيقة كان وادي موحش وما يزال، يعني هو عبارة عن وادي تحيطه جبال صخرية جرداء ليس فيها أي علامة من علامات الحياة. أرض موحشة، حتى إن يعني حتى إن السيدة هاجر تساءلت أو سألت سيدنا إبراهيم صلوات الله عليه، هل يعني أمر إلهي أم أنه اختيارك؟ نعم. تعجبت من المكان، تعجبت لأنه وادي موحش، وتعرفون أن السعي بين الصفا والمروة هو كان في الأصل السعي بين السيدة هاجر بحثا عن الماء. نعم. قال جبلين. نعم، بين جبلين. جبلين، نعم، جبلي جبل الصفا وجبل المروة. وجبل الصفا بالمناسبة هو الجبل الذي التقاه النبي صلى الله عليه وآله عندما بشر وأعلن دعوته رسميا، هذا الصفا. نعم. وجرهم عمدت إلى طمس البئر، كان لديها صراع مرير مع قبيلة أخرى هي قبيلة خزاعة التي كانت تضغط باستمرار لدخول مكة، دخول هذه المدينة. نعم. وطبعا هناك أخبار متضاربة حول السبب في طمس البئر وطمر البئر، تحول إلى بئر. نعم. بعضهم يقول أن قبيلة جرهم طغت جدا وكانت لديها ممارسات لا أخلاقية، وأن الله سبحانه وتعالى عاقبها بطمس البئر. طيب، هذا قول. هذا قول. وهناك أيضا مدونة تاريخية تشير إلى أن الصراع بين قبيلة خزاعة وجرهم وصل إلى حدود خطيرة جدا، وقبيلة جرهم شعرت بالهزيمة العسكرية. طيب. قبل أن تهزم عمدها زعيم القبيلة إلى إفراغ الكعبة. نعم، إلقاء هدايا، ومن ضمنها غزالين ذهبيين. تمام. في أعماق البئر وطمها، وبعض السيوف أيضا يقال السيوف. هناك هدايا كثيرة. تمام. وألقيت في البئر ثم طمها. هذه في سنة 540 ميلادية، عبد المطلب شيخ مكة، زعيم مكة، سيد مكة، يرى الرؤيا المعروفة أنه أحفر بئر، أحفر زمزم لتسقي الحجيج الأعظم. تسقي الحجيج الأعظم. وطبعا هذه صعبة، تعرفون فوهة البئر ضيقة جدا، ولكن كانت لديه علامة، العلامة بالوصول إلى هذا مكان البئر. مكان البئر وهو الغراب الأحصم، وشاهد الغراب ينبش أو يبحث في الأرض في نقطة معينة، فعرف أن هذا هو أن مركز البئر. نعم، أن البئر مركز تحت البئر. هذه نعم. هذه وبدأ الحفر مع ابنه الحارث. نعم صحيح. يساعده في عملية الحفر، طبعا وسط استغراب قبيلة قريش. كانت قبيلة قريش كانت تعمد إلى
حفر آبار، حفرت آبار كثيرة جدا يعني لها أسماء أيضا محددة، قد نتطرق إلى ذكر بعض أسماءها. نعم. إذا إن شاء الله صادف الحديث عن الآبار في مكة. نعم إن شاء الله. إن شاء الله ضمن تقاريرنا التاريخية نتعرض إلى هذا الملف بتفصيل أكثر. وبعد فترة حفر، عملية حفر استغرقت أياما، يصطدم الفأس أخيرا بهذه الهدايا. وصلوا إليها طبعا، وكان حدث كبير جدا يعني زاد من منزلة وجلالة عبد المطلب في سنة 540 ميلادية تحديدا. نعم. وأصبحت طبعا هي مياه زمزم يعني حقيقة لها خصوصية، خصوصية كثيرة جدا. نعم. وترفدها ثلاثة قنوات، يعني تأتي المياه إلى تصف هذه البئر، في هذا البئر، في هذه البئر قنوات صغيرة باستمرار تغذي هذه البئر. يا سبحان الله. نعم. وإلى يومنا هذا، إلى يومنا ثلاث قنوات تحت الأرض ترفد بئر زمزم باستمرار بالمياه، ولديها يعني مزايا في الشفاء من كثير من الأمراض، يعني لها خصوصية هذه البئر. خصوصية. نعم. وأصبحت طبعا وفرت على قريش، لأنه كانت الآبار في الضواحي ليست في داخل المدينة، في ضواحي المدينة بعيدة، وحتى بعض الآبار كانت تجوف بين الفينة والأخرى، لم تكن نعم في حالة مستمرة من تدفق المياه. صحيح صحيح. مؤقتة، وقتية، مؤقتة، موسمية. نعم. مع موسم الأمطار والسيول، ولكن زمزم كان مستمر، كان مستمر. نعم. أصبح هذا الوادي طبعا بعد هذا، بعد هذه الآبار كان وادي موحش حقيقة. فقصة زمزم أيضا كانت مهمة جدا، في زادت من جلالة هذا الرجل، وأخرج الغزالين، الغزالين. نعم. وعيدة إلى جوف الكعبة، عيدت الهدايا إلى الكعبة، جعبة جوف الكعبة ووضعت. نعم. أيضا لدينا ملف حول الصراع الساساني الروماني، هذا مهم جدا. في تلك الفترة كانت هناك حرب عالمية. نعم. يعني كان صراع دامي جدا في تلك الفترة، واتسم بالضراوة والقسوة. يعني أنوشروان في أعتقد الذي أصبح إمبراطورا في تلك الفترة يعمد إلى مهاجمة الروم ويجتاح كل المدن الساحلية. نعم. إلى أن وصل إلى شمال أفريقيا، إلى أقصى شمال أفريقيا. وفي تلك الفترة كان كسر الأول هو أنوشروان الذي هذه شن هذه الحرب في عصر إمبراطور جستنيان الأول. نعم. ولم تتوقف الحرب إلا بعد احتلال هذه المناطق جميعا، يعني مدن كثيرة، أوديسة، قنسرين، حلب، وإسكندرية، وكل المدن في شمال أفريقيا. وبعد أن تمت هناك مفاوضات، جرت مفاوضات لانسحاب الجيوش الساسانية مقابل دفع فدية كبيرة جدا، فدية سنوية. وبعد وفاة جستنيان الأول جاء ابنه ولقب نفسه بجستنيان الثاني ونقض المعاهدة، ما دفع ب كسرى أنوشروان إلى إعادة الهجوم على، ارتد مرة أخرى على كل هذه المدن، وقام بإحراق وتدمير كثير، عشرات المدن، عشرات المدن. نعم. وأسس أيضا معسكر للأسرى، الآن المدينة في إيران تدعى أرومية. صحيح. نعم. صحيح. هذه مدينة معروفة. نعم. في شمال غرب إيران، هذه في الحقيقة كانت في البداية هي معسكر كبير لأسرى الرومان. نعم. الذين اقتادوهم إلى هذا المكان وفرضت عليهم أعمال الصخرة. طيب أستاذ كمال، عذرا للمقاطعة، خلينا نتوقف عند هذه النقطة ونكمل بقية أحداث هذا العدد الأول في الحلقة القادمة لو سمحتم لنا. شكرا جزيلا لكم، أعتذر للمقاطعة.
إذا مشاهدينا الكرام نتوقف عند هذه النقطة في العدد الأول من حلقات تقارير تاريخية في حلقات برنامج تراثنا، نكمل معكم في الأسبوع القادم بعونه تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله ودمتم في رعاية الله وحفظه. أحسنتم أستاذ كمال. طيب.